Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. كريمة طازجة، الكمية هي اختياري، أنا عملت 1 كوب، هذه المعلومات تبعت الكريمة. على حرارة متوسطة أو على نار متوسطة 10 دقائق. بعد 10 دقائق نوضع بديل السكر، النوعية والكمية هي اختياري، أنا عملت 1 كوب كريمة على 2 معلقة بديل السكر، ممكن ما نوضعه، هذا هو اختياري. نوضع فانيلا سائلة بدون سكر، أيضا هي اختياري، يعني فقط 10 دقائق على حرارة متوسطة. نسكبها، نتركها تبرد قبل ما نوضع الغطاء. مثل ما انتم شايفين الصلاحية تبعتها في الثلاجة مدة أسبوع، بالمجمد 3 شهور. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.